مساء السعادة والهنا على كل مشاهدي خطوة عزيزة في كل مكان. بعض العلاقات الزوجية بتدخل في حالة روتينية مملة، وكتير من الزوجات بيسألوا نفسهم يا ترى ده زوجي اللي أنا كنت أتمنى أكمل حياتي معاه؟ وكمان الأزواج، يا ترى دي البنت الرقيقة اللي كنت أتمنى أنها تنور بيتي ومعتقد أنها هتغير حياتي للأجمل؟ يا ترى إيه سبب أن كل واحد ما بقاش عند حسن ظن التاني؟ هل السبب في الزوج ولا الزوجة ولا تغير الحياة والضغوط النفسية اللي احنا بنمر بيها؟ كل ده هنعرفه مع ضيفتي اللي منوراني في خطوة عزيزة، دكتورة سمر كشك، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري. أهلا بيك يا دكتورة سمر. يا أهلا بيك يا حبيبتي. منوراني وكل سنة وحضرتك طيبة. نورك حبيبتي، تسلمي. ناخد نفس كده عميق علشان نقول نبتدي منين الحكاية. دكتورة سمر، إيه سبب الفتور الزوجي ما بين الزوج والزوجة؟ بقى شائع دلوقتي إن بقى في يعني نوع من أنواع اللامبالاة، يتقال عليها لامبالاة؟ البعد آه. والجفاء شوية، التعود على إن كل واحد له حياته الخاصة ليها كذا مسمى. إيه السبب؟ السبب إني أنا نزلت أشتغل دلوقتي بقيت أتساوى بالراجل، زي ما هو بيشتغل أنا بشتغل، أنا ليا حياتي هو ليه حياته. السبب إن مع الوقت وتكرار المشاكل بنبعد، وفي ناس ما بتعاتبش، وفي ناس ما بتبعد شوية ما بتعرفش ترجع، وفي ناس ما بتبقيش راجعة يعني في الخناقة، ويقولوا كل حاجة اللي موجودة واللي مش موجودة، الحلو والوحش، فبدأ الطرف التاني يشيل، فما شال مش قادر يرجع زي الأول، وما عادتش العلاقة نقية وفيها الصفاء والراحة زي ما كان قبل الخناق. مع أول مشكلة تقصدي يا دكتورة سمر؟ مع تعدد المشاكل، وخصوصا المشاكل لما بيدخل فيها كلام كبير ويدخل فيها أطراف تانية، وأطراف مش عايزة تحل، أو أطراف مش نيتها تحل، أو مش فاهمين يحلوا إزاي، فبيدخل بشكل خطأ وبيحاول يحل بشكل خطأ، فالموضوع بيتفاقم أكتر، أو إني أحل أنا بشكل خطأ. تدخل الأسرة تقصدي؟ أنا يعني الأب أو الأم، يعني كل واحد بيتحامل على التاني، يعني الأم شايفة بنتها مثلا صح فتقول أنا بنتي صح، ابني صح كده، يعني تقصدي ده أكتر؟ أيا كان التدخل، صاحب، صاحبة، أم، أخت، صديق، أيا كان التدخل، يستحسن بلاش التدخل إلا ما الموضوع فعلا يكون وصلنا لحيطة سد، ومش عارف يعني أنا مش لاقي حل لنا ولا زوجتي، خلاص أنا وقفت مش عارف أحلها، فابتدي أدور على الحكم من أهله، حكم من إن يريد إصلاح، الاتنين يكونوا عايزين الصلح، يحلوا المشاكل ما بينهم. البعد بقى اللي بيجي على فترات، أنا بعدت شوية، المشكلة اللي بعدها أنا ما حلتش المشكلة القديمة فبعدت أكتر، ما حلتش المشكلة التانية مع الأولى فبعدت أكتر، بدأت أحس إن أنا مش عارفة أرجع الخطوات اللي أنا بعدتها، سواء ست أو راجل، بدأت إن أنا بتعامل بجفاء، فاللي قدامي بيتعامل بجفاء أكبر لأنه مش حاسس مني بحنية، فبدأت الدنيا تبعد واحدة واحدة من غير ما نحس، لحد ما الاقي نتاجه. هل ده بيرجع لاني انا اكون اتسرعت في ارتباطي، او انا كزوج او زوجه انا متسرعه وعايزه ارتبط مجرد الارتباط، واحس بفرحه ان انا خلاص بقيت ست متزوجه دلوقتي بلا تحمل مسؤوليه وادراك معنى الزواج؟ ما هو ده الاهالي اللي عليها يعني مسؤوليه كبيره في ده، ان انا اعلم ولادي ان الجواز ده يتبنى على اساس ايه؟ مسؤوليات. هي فاكرين انها بيت جديد وحياه جديده وفرش جديد وان انا العب ممكن يعتبرها وبس، ان انا هخرج بره الاب والام وابقى عايشه حياتي براحتي، ده من الاسباب، نوع من انواع السيطره ان انا اطلع بره بيتي. والله هي احنا هناخدها للاثنين، للراجل وللست. هي هتطلع بره بيتها بدل السيطره بتاعه الاهل القوي او هم مثلا شداد عليها او ايا كان السبب، والراجل عايز يبني حياه جديده ويستقل بحياته ويحس ان هو بدا يبقى هو المسيطر وكلمته هي اللي ماشيه عن بيت اهله. فايا كان الاسباب احنا ما عرفناش برضو لما هدخل البيت ده هعمل ايه، والمطلوب مني ايه، ما ليا وما عليا. ما هو اللي بيدخل دايما عارف حقوقه، وعارف هو المطلوب من الطرف التاني يعمله ايه، لكن مش عارف هو المفروض يقدم ايه. وفي المفروض ان اللي متجوزين جداد يفهموا شويه تنازلات افوت، لكن هم بيقفوا لا انا عايزه اتطلق مع اول مشكله تقابلهم. طلقني. كلمه طلقني دي اسهل حاجه على طول، والتاني برضو مش فاهم مسؤولياته فبيطلق. بس ده يبقى تسرع.
ما هو من الاساس انا لما ممكن ابقى وصلت بقى لقمه المشكله فاوريدي خلاص لما تقول له طلقني بقى فممكن مع عصبيته يطلقها. برافو عليكي. فاحنا بنقول كلمه الطلاق ما تتذكرش الا ما يكون فعلا الموضوع كبير والمشكله اللي مبني عليها القصه كلها واللي هقول بسببها كلمه الطلاق تكون تستاهل. ما يكونش موضوع عبيط او تافه يبقى هو يكون سبب في خراب البيت. في ناس بتطلق بسبب طبق في الحوض، يعني هنقول للناس ايه؟ ان هم اتطلقوا بسبب ان هي ما غسلتش طبق في الحوض. طب تغسله انت وخلاص وكان الموضوع انتهى. المقارنات بالاهل، يقول لها ده امي واختي واخواتي كانوا بيعملوا كذا، بلاش. انت يعني كل واحد ليه حياته، مرنها على اللي انت عايزه بالراحه واحده واحده. طب ليه ده ما بيتمش في البدايه فتره الخطوبه؟ زمان كان بيقعدوا بالخطوبه بالسنين، بالثلاث سنين والاربعه، ويبقى فيه يعني فاهمين بعض اكتر. النهارده دلوقتي بقت عمليه ان انا افهمك وتفهمني ما بقتش موجوده. تعرفي ان بيحصل مشاكل اثناء الفرح نفسه؟ انا يعني ده اكتر حاجه بقيت الاحظها ان ممكن العريس يحتد على العروسه ويحصل مشاكل جامده جدا، ويكونوا كاتبين كتابهم قبل الجواز على طول بيومين يحصل مشاكل. ايه الاسباب لكده يا دكتوره سمر؟ الاسباب ان احنا بنتجمل قوي قوي، بندي صوره مش بتاعتنا اثناء الخطوبه سواء طالت او قصرت. هي المشكله مش في فترتها، المشكله في اننا بنبقى اشخاص تانيين، مش احنا اللي على طبيعتنا. مع اول مشكله بتظهر، مع ان خلاص بقى كتبت الكتاب وضمنت وجود الاثنين، ضمنوا وجود بعض، فببتدي اتكلم بقى براحتي وتبتدي شخصيتي الحقيقيه تبان. لكن لو بينا شخصيتنا الحقيقيه وبعض من الشوائب اللي تشوب، كل احنا مش ملايكه ومفيش حد كامل، فعارفين كل واحد عنده عيوب. فعشان ادخل على حياه جديده بمنتهى الشفافيه والمصداقيه، لازم اتعامل بطبيعتي. مش استنى لما اضمن وجود الاخر اوري له بقى الشخصيه الحقيقيه. هل برضو تاثير السوشيال ميديا اثر على الازواج يا دكتوره؟ طبعا. وعلى الزوجه، لاني دلوقتي بلاحظ اني مش هكون متحيزه لحد، الرجاله اكتر يكونوا مثلا معقدين في بيتهم، لا ما تعمليش كذا، ما تخرجيش متاخر، ما تلبسيش مثلا لبس معين. لكن لما بيشوفوا على السوشيال ميديا سيدات وبنات، وبيبقى في لينك ما بينهم، ويكون متفتح جدا وعقليته ما شاء الله يعني متطوره وناضج قوي يعني، وكل حاجه عنده اوبن مايند يعني، فاهماني؟ فهي بتبقى الاسباب اما انه علشان شاف ده وتجاوب الطرف الاخر معاه، فمش عايز مراته تحصل لها كده. فهو عايز هو يبقى براحته خالص خالص، وشايف ان في واحده بتتجاوب معاه، فلا لا انا مش عايز مراتي تبقى كده. انا عايز اعمل كده من غير ما هي تبقى كده. الحاجه الثانيه انه دايما بيقارن، شوفي دي لابسه ايه، شوفي دي عامله ايه. اللي وراء الشاشات بيبقى فلاتر، فلاتر في الشخصيه وفلاتر في الشكل وفلاتر في اللبس. ما تصدقش كل حاجه بتتصدر ليك، لان ده عالم افتراضي احنا عملناه لنفسنا علشان نخرج من مشاكل الواقع. لكن ما تحطوش ان هو العالم الحقيقي يعني. بس بيكون سبب جامد جدا لمشاكل زوجيه، لانه بيقارن. هو دايما حاطط مراته او هي حاطه جوزها في مقارنات للحته اللي هي شايفاها، هي شايفه جزء من الحقيقه. ما هي بتشوف وهو بيشوف. انا عايزه ابين لهم بس ان اللي هم شايفينه. طيب استاذنك معلش، معانا هبه. الو. ايوه يا هبه. ايوه معاك. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ايوه معاك، اتفضلي. معلش انا عايزه اقول للدكتوره يعني مثلا في العلاقات الزوجيه، يعني انا وجوزي على طول بنتشكل ودايما يحسسني اني يعني مش مسؤوله عن يعني دايما يعملني في العلاقه، يعني في الكلام دايما ينتقدني. منتقدك على طول. بقالكم كام سنه متجوزين؟ انا ليا 3 سنين متجوزه معاه، بس انا مرت يعني ام يعني مش ام عياله. لا زوجه ثانيه؟ ايوه. عندك اولاد منه؟ لا مفيش اولاد. طيب ممكن اسالك سؤال؟ ودايما يعني احس بردك في يعني في مشكله معانا يعني على طول في معلش خليك معايا مشكله، يعني هو اصلا مش كويس وانا مش عارفه اعمل ايه، عايزه اطلع من علاقه ومش عارفه. مش كويس بمعنى ايه؟ طيب معلش وضح لنا. يعني ممكن يكون نسواني شويه. نعم. بيحب العلاقات تقصدي؟ ايوه.
اوكي يعني اوكي ماشي. طيب الحاجات اللي بينتقدك فيها حاجات يعني انت شايفاها انها حاجات يعني كبيره قوي ولا العادي؟ دكتوره يعني سمر، هي الزوجه الثانيه وهو واضح ان هو بيحب العلاقات كتير وبيبقى ليه علاقات كتير، وهي ظهر حسب مشكله معاه ودايما بينتقدها علشان ممكن يكون مش حاسس ان هي مثلا موفرة له كل سبل الراحة أو اللي هو عايز يشوفه يعني. ما هو دي بسبب المقارنات، لو هو متعدد العلاقات هيقارنها بكل واحدة بيكلمها. ما هي دي مشكلتها واضح. ما هي هيشوف. وبعدين اللي بيبقى شايف حاجة تانية بيبقى مش عاجبه اللي جوه بقى. وهي زوجة يعني تانية ومش ما عندهاش أولاد منه على فكرة. بصي، هو هما يقعدوا قاعدة كده ويستحسن يكون معاهم حد كبير وحكيم بيفهم يشوف ايه مشكله، يعني ايه المشكله معاه، هل فعلا اللي هو بينتقد فيه ده يعني حاجه كبيره تستاهل انه رايح جاي يكلمها ويلوم عليها، او ممكن حاجه ان هو ممكن يفوتها او حاجه هي تعدلها. فدي لازم حد يقعد معاهم كبير. لو ما جبتيش ولاد وحاسه ان الموضوع بالنسبه لك صعب ومش قادره تكملي، هي 3 سنين دلوقتي، يعني 3 سنين يعتبر من عمرها. ما هو 3 سنين ما احكمش برضه، بس لسه برضو كتير يا دكتورة. يعني كل واحد على حسب هي المشكلة ايه. ما هو لو كل واحد اصطدم، ما هو بيقولك ممكن انا اكون عندي اولاد خلاص مش عايز اولاد، وفي نفس الوقت اعمل علاقات واعيش حياتي براحتي. ما علشان كده انا بقول لازم نعرف المشكلة. هل المشكلة ان هو يعني بيكرهها في عيشتها علشان ما تجيبش ولاد، او تخاف تكيب منه ولاد فتفضل قاعده كده على جنب، او ممكن انها تطلب الطلاق او تتنازل عن حقوقها، تقصدي، او بيزهقها علشان هي اللي تطلب الطلاق وتقول له خلاص حقي بقى انت مش عايزه اكمل. ما هو لازم حد يقعد حكيم يفهم الموضوع ايه. هل الموضوع يمكن اصلاحه؟ يبدا بالاصلاح الاول ويحاولوا ان هم يعني ايه يمشوا نفسهم. أيوة. او كل واحد يتغاضى شويه ويتنازل. لكن لو هو الموضوع تافه وهو بيعلق وبيعقب لبس ان هو يزهقها، لا الموضوع كده ما تكملش. طيب لو اتكلمنا برضو معلش، معانا رحاب. أوكي. الو 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 كده ما فيش. طيب هي تطلبنا تاني ان شاء الله. دكتورة عايزين نتكلم عن الخيانة الزوجية. ليه كده؟ دي مشكلة صعبة جدا. والراجل شايف ان هو من حقه يعمل اللي هو عايزه. للأسف. ليه كلمة للأسف يعني ليه؟ لأنها حاجات متوارثة من زمان. ادوا للراجل السيطرة والهيمنة على الموقف، ان هو انت مدخون، ممكن ان انت الست تتنازل وتعدي وتفوت وتنسى وتكمل حياتك. اكمل حياته ازاي وهو بيخوني؟ يعني هو صعب. المشكلة شوية على انه فكرة، شايف ان الست المفروض انها تستحمل او انها تمشي الدنيا عشان بيتها يفضل موجود. بس لو هي فضلت واستحملت مش هتبقى هي نفس الشخص اللي قبل ما عرفت الخيانة. خالص. ما تحلمش، علشان ما ترجعش تلومها انها متغيرة. لانها هتفضل قدامها هي بالنسبة لها ان خانها دي يعني. استاذنك معلش عشان ضغط مكالمات. طيب كتير. دكتورة سمر معانا هناء. طيب ونرجع نكمل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتورة لو سمحتي؟ طبعا اتفضلي. طيب انا بقالي 15 سنة متجوزة. تمام ماشي. فالمهم ان احنا هنا في الفلاحين لازم تقعدي مع حماتك وحماتك وكده. فانا بقالي 15 سنة شايلاهم فوق راسي، اصل يعني شايلاهم فوق راسي خدامة من الاخر. تمام. المهم حاليا دلوقتي مشاكل قاعدة، هي معاها 5 بنات، قاعدة حاطة ودانها ال5 بنات. عاملة لي مشاكل بيني وبين جوزي لدرجة ان انا فكرت ان انتحر اساسا، ناخد حبة غلة ونرتاح من الدنيا بحالها. معايا 4 عيال انا مش عارفه نعمل ايه، ناخدهم؟ طب هنشتغل هنصرف عليهم، هنربي ال4 عيال ازاي؟ مش عارفه نعمل ايه. طيب نعمل ايه؟ انا اغلب الكلام مش نعمل ايه. طيب مش عارفه ناخدهم ونروح فيهم في اي مكان يعني عليهم. يعني انت مش قادره تكملي معايا هناء؟ انا نفسيا مش قادره اكمل معاه، لان هو كل مشكله ان انا قاعده كده سامعه غلط الشتيمه فيا وبهدلي، ونقول له يا بنتي معلش عشان خاطر ال4 عيال. الغلط منه ولا من الاهل؟ لا من اهله هو عليه هو. والله يعني اخر مشكله امبارح نزل لطيم على وشه قدام الناس، بيقولوا حرام عليك ونعمل ايه. فهو يا عيني فبيجي عليا انا، بيجي عليا انا. فانا ضغط. ما عادش قادره نتحمل، مش عارفه نعمل ايه. طيب ناخدهم ونطفش؟ تمام. فين فين ال4 عيال؟ طيب طيب انت ما فيش امكانيه ان انتوا تستقلوا بنفسكم وتعيشوا في بيت اخر؟ لا الفلاحين هنا طالما وحيد ما تقدريش تعزلي. هو ابنه وحيد.
هو ولا وحيد على 5 بنات. اه طبعا هو وحيد ما تقدريش. طيب هو بينك وبينه بيرضيكي بعد ما بتحصل المشكله وبيجي عليكي ساعتها بيرضيكي بينك وبينه وبيقول لك انا اسف؟ المشكله مش في كده، المشكله ان اهله، المشكله ان هم مشكله في اهله يا دكتوره. مشكله في اهله. اقول لك ليه برضو اكتر؟ لان هو ابن وحيد. النقطه دي مهمه جدا على فكره. يعني علشان وحيد، معلش يعني علشان وحيد انا هنفضل ضغط في نفسي، في نفسي كده ضغط وبهدله، لو انا قاعده كده في امان الله سامعه شتيمتي وابنك واهانتك كده وتسكتي عشان الاربع عيال يتربوا. طب واهلك فين؟ اهلك اهلك مش... لو انا قلت لهم هتخرب بقى كده، يبقى اقل حاجه يقول لك ايه، هاتي سيبي عيالك وتعالي. احنا عندنا احنا تغضب ما تاخديش عيالك، تسيبي له عيالك. تسيبي له عيالك. يعني مش مطوعني ان انا نسيب الثلاث بنات والولد. ثلاث بنات هنسيبهم، يعني حاجه تحصل لهم. تمام. مش هنقدر نسيب. المشاكل دي بتحصل تقريبا كل قد ايه؟ كل شويه. صدقي بالله انا اكتر من ان انا والله والله نبقى قاعده وسامعه الشتيمه وودني كده مش هقدر اتكلم. تمام. ماشي. اوكي. هو المتحكم جوزها، هو اللي يقعد قدام اهله علشان حياته تستمر. ما هو دكتوره صبر، هو مش قادر يكسر كلمه اهله، لان امه وابوه برضو يبقى يعني مش عايز يزعلهم. يعني مش معاكي، لو هو شايف انه بيقع ظلم على زوجته حرام عليه انه يستمر بالشكل انا اللي انا شايفاه. معلش، هو يمكن ليهم عادات وتقاليد مختلفه كفلاحين، لكن اللي انا شايفاه ان هو يستقل بحياته علشان يحافظ على كيان البيت. ده الحل الامثل. لكن اللي هو هيعمله مش ده، لان طالما اهله مسيطرين لدرجه ان هم بيشتموا مراته في وجوده وهو مش قادر يصدهم، فمش هيقدر ان هو يستقل بنفسه وياخد حاله وماله واولاده ويروح بره. أيوة. فالحل الكويس انه يقعد مع اهله بالراحه، يقول لهم انا عايز اكمل حياتي مع مراتي بسلام. أيوة. وما فيش مشكله ما بيني وما بينها، فمش من حق حد انه يتدخل. ليكوا حدود، كل ناس ليها حدود مع بعضها. اكيد. طيب معانا ام محمد. الو الو الو. طيب هتحاول بقى معانا تاني، اتفضلي كملي. يا اخوانا قبل ما نتجوز نشوف اللي نقدر عليه. لا نتحمله. بس خلي بالك 15 سنة يعني هي هو من الاساس غلط. انا ضد 15 سنة، مش قبل ده، مش بنتكلم في حاجة قريبة. ما علشان هي برضو عندها اولاد، ولو جوزها هو اللي فيه العيب هقول لك تمام. تروح بقى عند بيت اهلها وتعمل المشكله. لكن طالما جوزها مغلوب على امره وانسان كويس ويجي منه، فما قلبش الترابيزه بسهوله. لازم يعني اكلمه هو، راجعهم كلمهم. طب بالراحه لو خد لي حقي خلاص افوت شويه اتغاضى عن اي مشكله تحصل، طالما هو كويس لفظي يتقال في حقها. فبس هو برضو يراجعهم عشان على الاقل تحس ان هي خدت حقها. أيوة. ما هو مش هيبقى الضغط العصبي ده هتقوم سايبه الجمل بما حمل وتمشي. ما مش أيوة. هتقدر تستمر بالشكل ده كتير. طيب برضو دكتوره عايز اسالك في حاجه مهمه. هل الفطور الزوجي بيأثر على الاولاد؟ طبعا، لانهم عارفين كل حاجه، والاطفال اذكياء جدا. وبيحسوا ان الدنيا مش تمام. أيوة. مش حلوه. وبعد كده لما بيكبروا ويتجوزوا فاكرين ان ده الجواز. أيوة. انه بالشكل ده. الطبطبة واللمسات اللطيفة بين الأزواج وبيننا وبين ولادنا دي بتخفف حمول الدنيا. مودة ورحمة. الست، أنا هديكوا بس النقط اللي أي راجل يكذب بيها قلب مراته. احنا عايزين منك برضه يا دكتورة قبل ما ننهي الفقرة بتاعتنا نصيحة بنوجهها للزوج والزوجة. الزوج الأول نصيحتي ليه، يعني قلب مراتك في ودانها، لازم يعني غذي ودانها بالكلام الحلو، وبلاش التعقيب الزياده عن اللزوم، بلاش الكلام اللي يسم البدن زياده عن اللزوم، لان الحاجات دي بتقع على قلبها زي الحربه، لان هي ما عندهاش بدائل. أيوة. هي الكلام الحلو يا اما يجي منك يا ما فيش. فطالما ما بلاكش بديل فاديها كلام حلو كتير. أيوة. على قد ما تقدر. ما تقولش بقى انها هتتنطط عليا، ما تقولش انها هتحس بنفسها، يعني ما تحس بنفسها في بيتها. لما هتحس بنفسها بيتها مش هتحس بنفسها فين؟ بالظبط. ده انت الزوج مثلا. ايوه. الزوجه يعني ايه، دلعيه، دوري عليه، بلاش انت بتكلم مين؟ انت بتكلم مين على طول؟ هو لو مش عايز يخون مش هيخون. ايوه. مش هتقدر. ولو عايز يخون وانت قاعده جنبه هيعمل كل حاجه وانت موجوده. اكيد. فعلى قد ما تقدري شوفيه، حتى لو هو بيبص بره بيبص بره ليه؟ ايه الحاجات اللي بتضايقه منك؟ حاول ان انت بقدر الامكان ان انت تتجنبيها. بلاش نسيب للاثنين، بلاش نسيب الامور تتفاقم وكل واحد يعيش في عزله مع نفسه ويشوف الحاجات اللي بتريحه بعيدا عن الاخر، لان بنبعد قوي وما بنعرفش نرجع تاني. خلاص البعد ده بيولد الجفا. وباخد على كده، بتعود على حياتي الخاصه سواء انا او جوزي.
فباخد على اني ليا استقلاليه وليا حاجات طقوس بعملها من غيره، وهو كذلك، فما بعرفش ارجع. اوكي، احنا طبعا بنشكرك يا دكتوره سمر، وطبعا كان في مكالمات كتير بس الوقت للاسف يعني، وان شاء الله نلتقي في حلقه تانية باذن الله. ان شاء الله. نورتيني اعزائي المشاهدين، كده خلصت فقرتنا، فاصل وراجع لكم تاني، استنونا.